صورت. أنا اسمي هبة، عمري 9 سنين. بيي ضربته قناصة، أمي حافظت علينا للحافظة على بلدنا، قالت مشان ما بصير علينا الشي، وأخر شي جابتنا لهون. أنا هون خايفة كتير، بنروح لعند عمتي بنام عندها مشان نتونس أنا وياها. بالليل بتقلي عمتي نامي يلا تنامي، نام يا طير الحمام بتغني له، وأنا بنام بغفل وهي أغشي عند ما بتشوفني ضحج علي نمت ولا لا، إن ما نمت تضل تغني لي حتى بغفل لحتى تنام. لما بتنطر بتندي علينا المي، بنلتف بحرامات، الحرامات كلهم بصير مي. اليوم مغيمة عساس ما يشمس الأغراض، ما قدرنا لأن الدنيا مغيمة بين بدها تنطر، ما قدرنا بنشمسهم. صورت طلع كل وشه، صورت الويلات صورت كلهم هن عم بيلعبوا، فوتهم على براكيتنا صورتهم، صورتهم مشان يفرحوا، مشان بفرح أنا وياهم. وأنا بتمنى أني برجع سوريا بتعلم بيعلموني كل الأحرف. أنا بقول لأمي كل ما بدي أرجع سوريا، بس بدي برجع سوريا صاري لرفقات مشان بيفرحوا كتير، بسوينوا صينيت حلو بيفرحوا، أنا مش باكل معهم، هني بخليهم يرتاحوا لحالهم وبياكلوا.